مرحبا. نظام إدارة التعليم الإلكتروني ومختصره LMS، ويطلق عليه بالألماني أيضا منصة التعلم، وهو نظام حاسوبي معقد صمم للمساعدة في إدارة التعليم وتوفير المحتوى التعليمي وتنظيم عمليات التعلم. يخدم نظام إدارة التعليم عملية التواصل بين الطلبة والأساتذة، وهو ينظم تدفق المعلومات ويؤدي العديد من المهام الإدارية. تعتمد معظم الجامعات الألمانية على نظام المنصة الأسترالية مودل، وبعضها الآخر يعتمد على إلياس، أما بعضها يستخدم نظامه الخاص به مثل VLC.